كمان على مستوى منتخب مصر للشباب مواليد 2006، عايز اتكلم مع حضراتكم في نقطه مهمه جدا وكنا بننادي بيها هنا في المحترف ويمكن اسره الاعداد، وجبنا عدد كبير جدا جدا من اللاعبين المصريين ذو الجنسيه المزدوجه اللي بيلعبوا في اوروبا. النهارده تم استدعاء لاعب هوفنهايم الالماني صاحب الاصول المصريه تيبو غابرييل، ده لعيب بيلعب في هوفنهايم في المانيا وانضم لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2006. اللاعب انضم امبارح لمعسكر مصر منتخب مصر اللي موجود في الجزائر. عندنا مباريات الحقيقه مهمه جدا في مشوار التصفيات الافريقيه المؤهله لنهايه بطوله كاس الامم الافريقيه. هيبدا منتخب مصر مشواره في التصفيات الافريقيه بمواجهه ليبيا ان شاء الله بكره 8 نوفمبر، ثم يواجه منتخب تونس يوم 11 ويختتم مبارياته امام المنتخب المغربي يوم 14 نوفمبر. الحقيقه مهم جدا زي ما بنتكلم ان عندنا منتخب ان شاء الله هيواجه بلجيكا المنتخب المصري الاول، كمان لازم نهتم بشكل كبير جدا 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 لان هو ده الاساس وهو ده المستقبل. عندنا منتخب الناشئين تحت المواليد 2006، عندنا كمان منتخب الشباب 2003، كل المنتخبات المصريه هي الداعم الاكبر لمنتخب مصر الاول، وده يمكن السياسه اللي بتتبعها دول كثيره جدا جدا على راسهم المانيا وبلجيكا وانجلترا واسبانيا، كل ده بيشتغل الاول وبيهيئ المناخ من تحت ويهيئ جيل محترم جدا من منتخبات على مستوى الشباب وعلى مستوى الناشئين يكونوا هم الداعم الأكبر للمنتخب الأول. كل التوفيق لمنتخباتنا القومية في الفترة اللي جاية.